السلام عليكم، معكم محمد السيد، واليوم راح أعلمكم طريقة كيف نعمل تكرار بشكل دائري. راح أخذ الدائرة كمثال وأعمل منها نسخة ثانية، أصغرها وأغير لونها، وبعد ما أخلص بكبس Ctrl G على ويندوز أو Command G على الماك مشان أدخلهم بالجروب، بعدين بكبس عليهم قائمة Effect Distort Transform Transform. تمام، راح تفتح عندي هالقائمة هي، راح تلاقوا في مربع تحت، راح أختار المربع اللي تحت النص وخلي النسخ 10 نسخ على حسب اللي بدي اياهم انا. ومن كلمة الروتيت يلي هي عندي روتيت، في عندي 360 درجة يلي هي حركة الدائرة كاملة، تقسيم 10 نسخ انا بدي اياهم. تمام، وبدي احركهم لورا او اني ابعدهم عن ورا، افصلهم عن بعض، راح تلاحظوا اني حركت هوريزنتال لورا. بس لا خلص بس اوكي، وانزلها لتحت مشان تشوفوها. بدي امسح الدوائر الحمراء عن طريق Object Expand Appearance، بعدين اكبس مرتين لحتى ادخل جوا الجروب، وعن طريق اداة Magic Wand Tool حلف الواي على الكيبورد راح تلاقيني حددت على الدوائر الحمراء ومسحتهم كلهم. بعدين افصلهم عن الجروب عن طريق الان جروب، بكبس شيفت كنترول جي او شيفت كمان جي على الماك مشان افصلهم عاملهم ان جروب. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناه وتنشروا الفيديو من رفقاتكم، والسلام عليكم.